جدا، واحساس ده هيساعدكم انت كمان يا عمرو وجودك وتكسب بطوله صعبه زي دي، اكيد هتبقى تبني من خلالها خبراتك، خبرات على مستوى ان شاء الله الفريق الاول انك تثبت. والكابتن احمد بيقول دي فرصه بالنسبه لك تثبت نفسك بشكل كويس مع مجموعه كبيره من الولاد، وكمان على مستوى الشخصيه خلاص شخصيه النادي الاهلي، ايه المشكله ان ولد عنده 17 18 سنه في مباراه نهائيه يكسب بطوله، فدي كمان على مستوى المستقبل اكيد هتفيدكم. يعني التمرين معاه مع فيرست تيم عموما، التمرين مع لعيبه منتخب مصر كلها تعتبر لعيبه الفيرست تيم دلوقتي كلها لعيبه منتخب مصر. فلما لعبوا كاس عالم لعبوا افريقيا، فانا لما بالنسبه لي اطلع اتمرن معاهم خبره، لما اجي العب مع الفيرست تيم في الاتحاد الاسكندري برده يعني كانت في رهبه في الاول، بس يعني لما لقيت كلهم بيلعبوا يعني هم بيلعبوا نفس اللعبه يعني باسكت، فعادي ايه الفرق بيني وبينهم. بس مثلك الاعلى ايه في اللعبه دي يا عم؟ في النادي الاهلي عموما يعني؟ لا في لعبه الباسكت. في النادي الاهلي. كابتن بالنصر اللي كان لسه موجود. والله انت بتلعب مركزه ها؟ يعني هو انا اللعب بتاعي قريب منه شويه يعني. اوكي. بس هو يعني شوتر يعني اكتر مني. نفس الستايل يعني. صغير جاي. وعبد الله.